انواع غير هذه الانواع الخدماتيه عندنا فيما يخص الطوبولوجيا ديالهم اذا صح التعبير. كاين عندنا ما يسمى اولا كيتسمى الهوستينغ او سيرفرات الهوستينغ. اشنو هما سيرفرات الهوستينغ؟ اذا انت ملي كتبغي مثلا تدخل لواحد الموقع تتبغي تشري واحد السيرفر كاين ما يسمى بالهوستينغ. الوغ هوستينغ اش كنقصدوا بها؟ هذا النوع من السيرفرات هو تيكون سيرفر وتيكون عندك فيه يعني انت كتختار تيكون فيه لارام ديالو خاصه به تكون لارام ديالو وتتكون الديسك ديالو مساحه التخزين ديالو اللي كافيك انت وتيكون فيه كذلك قلنا لارام والسي بي يو ومساحه التخزين تيكون هادو خاصين بك. انت ملي كتشري مثلا واحد الهوستين مثلا ماشي تتشري كتخلص تتكري لانك انت كتكري من واحد حاجه كتسمى الداتا سنتر. شنو هو الداتا سنتر؟ هو ان هاد الشركات هادو كيجيبوا هاد لي سيرفور كيانستاليهم كيربطوهم مع الانترنت وكتجي انت كتكري من عنده بحال كتكري دار فين تنعس كتجي تتكري من عنده سيرفور وهذاك السيرفور تيتفق معك تيعرض عليك الثمن تيقول لك انا السيرفور ديالي كنكريه بهذا الثمن هاد الهوستين ديالي تنكريها بهذا الثمن. الا بغيتي مساحه تخزين كبيره بغيتي الدار كطل على البحر غادي بهذا الثمن. بغيتيها مثلا الدار كبيره مساحه تخزين كبيره بهذا الثمن. يعني نفس المساله بالنسبه للهوستين يعني انت كتختار شنو بغيتي في هذيك الدار او لا شنو بغيتي في هذاك الهوستين. تيكون عنده واحد الباندويت معينه اش نقصدوا بالباندويت؟ هي ديك لانك انت ملي كتحط شي ملفات او الناس كيزوروا هذاك الموقع فهما راه كيجينيريو واحد لو ترافيك. هذاك لو ترافيك فيه الداونلود وفيه الابلود. مثلا انا الا دخلت هذاك الموقع وتيليشارجيت شي فيلم اذا هذاك تيليشارجيت راه جينيريت واحد لو ترافيك. هذاك لو ترافيك تيحسبوه عليك تيقول لك مثلا غادي نعطيك مثلا 1 تيرا ديال الترافيك ولا غادي نعطيك 2 تيرا ديال الترافيك. اذا الى ديباسيتي كاين جوج حوايج اما تزيد تخلص اما يسسبونديو لك الخدمه. يعني انت كيحددوا لك داك لو ترافيك اللي بغا يكون عندك في الموقع كنقولوا ليه الباندويت. تيليشارجيتي شي فيلم ديك المساله ديال خلتي تافيشات لاباج ويب اذا هذيك تافيشات لاباج ويب راه تيليشارجات واحد لاباج ويب اذا تتخلص عليها. اذا تيكون عندك واحد ما يسمى بالباندويت. هذاك الباندويت كذلك تيحددوه معاك الى ديباسيتي دبر راسك. انت داير معنا مثلا داير معنا 1 تيرا فتيها اما غتزيد تخلص او لا اما غتزيد تخلص ولا غادي نسسبونديو لك او غادي يعني تيكون عندك مساحه تخزين خاصه كلشي تيكون خاص بك في الهوستين كلشي تيكون خاص بك. اللي هو شويه معيب في هذه النقطه انك كتخلص شويه بزاف مقارنه مع الشير هوستين. دابا قلنا الهوستين تيكون كلشي ديالك الشير هوستين لا. دوك لي ريسورس ديال الميموار ديال الديسك دور ديال لارام ديال السي بي يو تيكونوا بارطاجي